صفحة 221 في هذا الكتاب يكون الخميني. وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيض فلا بأس به حتى في الرضيعة. إن الشيع يأتي بطفلة ترضع ويتمتع بها. بالله عليكم يا شيعة، إذا كان هذا ليس نشر للفاحشة فما هو النشر للفاحشة؟ وكيف إن يجي الإنسان يشتهي طفلة عمرها شهور أو أيام؟ السلام عليكم. هذه المسألة مسألة فقهية، كما وردت في كتب الشيعة كذلك وردت في كتب السنة. خلونا نشوف مع بعض هذا الكتاب، مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية لوزارة الأوقاف الكويتية، الجزء 19 صفحة 282، تحت عنوان الاستمتاع بالزوجة الصغيرة الرضيعة، عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد أحمد، ونصه: هل يصح عقد الزواج على الرضيعة ويجوز التمتع بها بالتقبيل وغيره سوى الجماع بما لا يضرها؟ أجابت اللجنة بما يلي: إذا كان العقد مستوفيا لشروطه الشرعية فإنها تصبح به زوجته من كل الوجوه، ويحل له منها النظر إليها ولمسها وتقبيلها، ولا يحل له جماعها حتى تطيقه من غير ضرر، فإذا أطاقته حل له منها ذلك أيضا، والله أعلم. لكن هناك فرق، عند الشيعة لا يجوز وطء الزوجة دون إكمال 9 سنين، لكن عند السنة ماذا؟ إذا كانت تطيق الجماع من غير ضرر فجائز. إذن هذا الشخص يشنع على الشيعة وعلى السنة، ونترك الحكم لكم أعزائي. وهذه المسألة أو هذا الموضوع تكلمنا فيه بالتفصيل، وعنوان الحلقة موجود أمامكم على الشاشة، ونراكم إن شاء الله في حلقة قادمة.